مع دخولنا عاماً جديداً نتأمل في الماضي بينما نخطط للمستقبل، ساعينا دائماً نحو عالم أفضل. تبين لنا تعاليم يسوع إذ عاش يسوع وعلم في هذه الأرض قبل 2000 سنة خلال فترة صعبة للغاية، وذلك تحت الاحتلال العسكري من قبل الرومان، إذ قال حينها: سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم. يا رب ساعدنا في هذه السنة الجديدة على قبول هذا التعليم والعيش به، وبذلك ننمي سلامك داخلنا. ساعدنا أن نرفض أن نكون أعداء مثل ما تقوم به عائلة خيمة الأمم. أيها المسيح يسوع، ساعدنا على العمل معك لبناء عالم أفضل يسوده السلام والعدالة للجميع، وليأتي ملكوتك على هذه الأرض. آمين.